الحقيقة من الضروري على الأصدقاء يطالعوا أحوال العلماء، أحوال الفاتحين، أحوال المجاهدين، أحوال الخيرين في الدولة الإسلامية الطويلة العريضة العميقة. لاحظوا حقيقة إنسان يرى الغرائب في أحوال هؤلاء، وكيف أن الإيمان حولهم إلى أبطال. فرد واحد أكو من علماء شيراز رأيته في أحواله ذات مرة يقول هذا كان يسكن في بغداد في صريفة في خص يعني عشيش، كان يسكن هناك. راح أصدقائه ذات مرة إليه، شافوا هذا ما يقوم لهم قياما كاملا، سألوه تعجبوا منه، قالوا لماذا؟ ما قال، قال لعله عندي محظور كذا، فظنوا أنه فيه مرض. بعد ذلك قال إن ثوبي إلى هنا فقط، فإذا قمت ظهرت سوءتي معي، وثوبه إلى هنا حتى ما يتمكن من القيام. هذا هو، هذا شنو معناه في الحقيقة؟ من صنع هذا الرجل؟ وفي بغداد في ذلك اليوم كل كسب موجود، كل تجارة موجودة، أبواب السلاطين موجودة، أبواب التجار موجود، هذا صنع الإيمان. فجمعوا له ثوبا وأعطوه ثوبا، فلبس الثوب وحمد الله سبحانه وتعالى عليه. هذا الشكل يدرس. رجعوا تاريخ أبو علي، رجعوا تاريخ خليل الذي هو من يومه إلى اليوم آية في العلم وفي اللغة، أنه خرج من البصرة قال لو كنت أجد الرغيف خبز لكنت أبقى في البصرة. هذا هو الإيمان الذي يصنع هذه المعجزات والمعاجز. في الحقيقة نحن انهزمنا في كل الميادين إلا أن الإيمان ما لون حياتنا. الطبيب للمال، والمهندس للمال، والوزير للمال، والعالم للمال، والخطيب للمال، والتاجر للمال، وأي تفكير ماكو. المخلصون المؤمنون، الإيمان بهذا المعنى أخذوه. روحوا في ميادين الجهاد شوفوا شنو يعمل، روحوا في ميادين العلم شوفوا شنو يعمل، روحوا في ميادين البناء والحياة شوفوا شنو يعمل. الذي ينفق في سبيل الله، هذا الإنسان إذا صار ثريا ولا يريد إلا وجه الله، تعلمون ماذا يصنع؟ إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير. أحد علماء كربلاء الله يرحمه توفي، كان يعطي المال إلى بعض الطلبة يخليه في ظروف، هو يروح إلى بيوتهم ويعطيهم. أحد أولاده قال له، والولد نقل لي لأن أنا ما شايف ذاك العالم، قال قلت له أبا يعطيني إلي؟ قال لا أبدا ما أعطيك له. قلت له وش؟ قال لأن أولا أنا أريد كل أحد لا يعرف لمن أعطي الفلوس، وثانيا إني بنفسي أذهب إلى أبوابهم حتى أحصل الثواب. لاحظوا الفرق الكبير الهائل بين المؤمن المربوط بالله وبين الإنسان العادي.